أهلا بكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. شهدت الغردقة مأساة تمثلت في مهاجمة قرش لأحد الشواطئ وقتل سائح روسي وسحبه إلى أعماق البحر أمام أعين الحاضرين الذين كانوا يسبحون بالقرب منه. ووفقا للمصطفين أغلقت السلطات جميع الشواطئ مؤقتا خشية أن تجذب رائحة دماء الضحية في الماء أسماكا أخرى مفترسة. سائحات روسيات يتحدثن عن لحظات هجوم القرش القاتل على السائح الروسي في الغردقة. كشفت سائحة روسية كانت شاهدة على هجوم القرش على سائح روسي بأحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية أن الموجودين ظنوا للوهلة الأولى أن الرجل يغرق ولم يخطر ببالهم أنه يصارع قرشا. وقالت السائحة الروسية التي كانت في مكان الحادث إن المصطفين لم ينتبهوا إلى حقيقة ما يجري إلى أن صاح رجال الإنقاذ وأطلقوا صافرات الإنذار متوجهين نحو الرجل لإنقاذه، لكن القرش الذي كان في صراع مع السائح تمكن بسرعة من سحبه إلى أعماق البحر والتهمه. في نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار. وأشارت السائحة في تقرير تلفزيوني إلى أن إدارة الفندق وبهدف حماية السياح من هجمات أسماك القرش تقوم بحماية أجزاء من الشاطئ بشباك خاصة، لكن هذه المرة لم تكن هذه الشباك موجودة، ما جعل سمكة القرش تتسلل إلى مياه الشاطئ بسهولة وتتسبب في هذه المأساة. سائحة روسية أخرى تدعى إيفا قالت إن المنقذين وصلوا فقط عندما كان القرش قد قتل الرجل والتهمه، مضيفة أن هذا حصل بشكل سريع جدا لقد التهمه القرش في دقيقة واحدة وحتى أقل من ذلك، ولذلك لم يكن لدى المنقذين الوقت الكافي للوصول إلى مكان الحادث وأنقذه أو إنهم خافوا من الاقتراب منه.